وخلونا نبتدي مع بعض بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي أبرزها وزارة الداخلية بتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد معاك في كل مكان، ومستشار رئيس الشؤون الصحية أكد أن مصر ما سجلتش أي إصابة بالمتحور الجديد EG5 لأوميكرون. كمان معانا أخبار تانية بخصوص تنسيق المرحلة التانية واللي فيها 270 ألف طالب سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن وزارة الداخلية وصلت فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. واطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت مجموعة من القرى والتجمعات السكانية في نطاق محافظة كفر الشيخ لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. وتم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان. كمان تم زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهم وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهم. وتم كمان زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء في المواقع الخدمية وتطويرها في كل القطاعات. امبارح أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إن مصر ما سجلتش لحد دلوقتي أي إصابة بالمتحور الجديد لأوميكرون EG5، لافتاً إلى أنه أحد متحورات كورونا الجديدة. وضح إن منظمة الصحة العالمية صنفت EG5 إنه متحور جديد بيثير الاهتمام لأنه بينتشر أكثر من المتحورات التانية، بمعنى إنه بينتشر وبيصيب عدد أكثر من الأشخاص. امبارح وصل عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة التانية للقبول بالجامعات 270 ألف طالب وطالبة. وأكد السيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق إن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة التانية حتى مساء يوم الحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. دلوقتي يجي معادنا مع جولة المحافظات، وفيها أن محافظة الوادي الجديد أعلنت عن بدء تشغيل أول مدرسة رسمية دولية. وأيضا في أخبار المحافظات تمويل 202 مشروع ضمن مبادرة أنظمة الري بالري الحديث في محافظة المنوفية. كمان معنا إطلاق 29 رحلة بالون طائر ل 700 سائح في سماء الأقصر، وتقديم أكثر من مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية في حملة 100 يوم صحة. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن محافظة الوادي الجديد أعلنت عن صدور قرار الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببداية تشغيل المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد للعام الدراسي 2023-2024. وجي القرار انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتنمية المحافظة الحدودية وتوفير خدمات تعليمية متميزة لأبنائها. سماء غرب مدينة الأقصر شهدت تحليق 29 رحلة بالون طائر منطلقة من أرض مطار البالون الطائر على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة للمصرية. وتنطلق رحلات البالون الطائر بسماء غرب مدينة الأقصر يومياً كل صباح مع اللحظات الأولى لشروق الشمس في رحلة بتوصل ل 45 دقيقة وعلى ارتفاع 1500 قدم من سطح الأرض. محافظة الإسكندرية أعلنت عن مؤشرات حملة 100 يوم صحة وعدد المستفيدين من الحملة على نطاق المحافظة، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية أكثر من مليون خدمة صحية مجانية لأهالي المحافظة وضيوفها بعد مرور 53 يوم من بداية الحملة. هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية جاية من 11 دولة أوروبية تقل آلاف السائحين على مدار الأسبوع الجاري وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.
وتبين من جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وصول 142 رحلة طيران سياحية جاية من مطارات أوروبا عليها 29 ألف سائح أجنبي. قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء أكد إن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الشرب اللي وصلت ل 250 عينة لتحليلها بعد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه، وهيتم وضع تقرير مفصل بنتائج تحليل العينات بكل شفافية حفاظاً على صحة المواطن السيناوي.